حلقة جديدة من العراك والعنف في بيت منظمة أبناء الشهداء. ثلاثة ليال بيضاء قضاها في الشارع الموالون والمعارضون للطيب هواري الذي يتنازع منصب الأمين العام مع حاج عبد القادر. الموالون للطيب الهواري اقتحموا مقر المنظمة وغيروا الأقفال في أول أيام عيد الأضحى، أمر أثار غضب المعارضين الذين احتلوا شارع زغود يوسف وسط العاصمة. خرجت من دورة تعمل الوطني تعبتنا هي الصحيحة، والباقي بجاية، والباقي والباقي ما كان والو. المنشقون فرضوا طوقا على مدخل العمارة التي يوجد فيها مقر المنظمة ومنعوا الطيب هواري من الخروج، أشعلوا بقرارهم فتيل مواجهات مع أنصار الهواري في الوقت الذي طوقت مصالح الأمن كل المنافذ المؤدية من وإلى مقر المنظمة تخوفا من أي انزلاقات. منذ 9 ديسمبر 2013 الأمين العام تجمد وجمد من طرف الأمانة الوطنية طبقا للمادة 53 من القانون الأساسي الفقرة، ومن ثم في ظرف أقل من شهر عقب لجنة الانضباط وامتثل لجنة الانضباط وخرج القرار الانضباط في حقه. يبدو أن المؤتمر القادم الذي فصلت فيه وزارة الداخلية والجماعات المحلية لصالح طيب الهواري ومنحته رخصة بذلك فتح جبهة الصراع من جديد بدلا من أن ينهيه.